اليوم احنا في وقفة امام مقر من مقرات شركة كوم داتا المغرب اللي متواجدة بيعقوب منصور من معريف، من اجل يعني واحد النازلة اللي كتمثل في توقيف تعسفي لسبع اعضاء من المكتب النقابي الاكثر تمثيلية اللي هم في نفس الوقت مناديب الاجراء. الشركة لم تحترم مقتضيات مدونة الشغل، لم تحترم الحق النقابي في المفاوضة الجماعية، لم تحترم كذلك مقتضيات الدستور اللي كيكفل الحق بالإضراب، وكذلك يعني أنها لم تحترم يعني مشروعية النضال اللي كيقوم به الأجراء من أجل حياة أفضل. المطالب ديالنا الأساسية وهي الزيادة العامة في الأجور، وكذلك تحسين الدخل من خلال زيادة في منحة التنقل ومنحة نتاع كذلك البانيي. فهذه المطالب أساسية بالنسبة لنا، وكذلك في إطار تجويد يعني التغطية الصحية والتقاعد التكميلي، وأيضا يعني من أجل الأعمال الاجتماعية أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية داخل الشركة اللي كتكفل الأجراء يعني خدمات اجتماعية أفضل، وذلك باحترام مردودية نتاع المؤسسة وتنافسيتها. إلا أنه كنتفاجئوا بأن الإدارة كتاخذ منحة آخر، وهو محاولة يعني ديال التكالب مع بعض الأطراف من أجل الضرب في العمق العمل النقابي المستقل. الشيء اللي حنايا كاتحاد مغربي للشغل كنفتخروا به، بأن نحن كنقابة مستقلة لا على الأحزاب ولا على الباترونة ولا على يعني الدولة يعني على الحكومة. فاليوم حنا كنناديو مرة أخرى بالاحترام المدونة الشغل واحترام مقتضيات الدستور، مقتضيات المدونة والدستور المغربي. واليوم كذلك ممكن نقول لكم بأن هذه الوقفة بالإضافة إلى الإضراب اللي كنقوم به اليوم فتجي في إطار تضامن دولي ونضال دولي، بحيث نفس العملية تقوم بها اليوم النقابات في فرنسا داخل نفس المؤسسة اللي سميتها كوم داتا جروب، من أجل يعني الضغط على إدارة العامة لهذه المؤسسة اللي اليوم كتقوم بعملية بيع لشركة أخرى سميتها كونيكتا للمستوى الدولي، اللي احنا كنعتبروها فرصة من أجل يعني كسب الأجراء المكاسب جديدة. وكنقولوا مرة أخرى بأننا ما عاد نتواناوش باستعمال جميع الأشكال النضالية إلا إلى أن يتم تحقيق المطالب الأساسية فيها، أولا احترام الحق النقابي، وكذلك يعني الالتزام بتحقيق المطالب الأساسية، لأن اليوم ما يمكنش نقبلوه في ظل هذا الغلاء المعيشي وظل هذا كذلك هذا الضغط على على الجيوب نتاع العمال والعاملات، أن ما يكونش يعني مكتسبات وما يكونش زيادة في الأجور، هذا غير مقبول. حنا 1400 ديال الناس اللي خدامين في هاد الشركه هادي اللي كاينين في هاد السيت هذا. هادي دابا هي من شهر 12، دابا علينا 6 شهور دابا بيانتو 7 مو باش حنا كنناضلو على قبل واحد لو كاي دو ريفونديكاسيون اللي حنا حطيناه في شهر 12. فهاد اللحظه هادي درنا المحاورات الاولين والثانيين والثالثين، وديما كانت المماطله من طرف الاداره. دابا حنايا تنديرو وقفه احتجاجيه باش ندعموا الكاي دو ريفونديكاسيون اللي حنا حاطينو، في انتظار دوزيام ريونيون اللي عندنا معاهم في العمل ان شاء الله لو 12 ماي. ان شاء الله كنتسناو على ان ننجحوا في هذه العمليه ديالتنا ويكون خير ان شاء الله.